هكذا تبدو الأوضاع في محافظة الجوف. قصف هو الأعنف منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. لا تزال الميليشيا تواصل خروقاتها لتثبت مجددا إنها لا تؤمن إلا بمسار واحد، هو مسار المدفعية وطريق الكاتيوشا، وأن الحديث عن وقف إطلاق النار أصبح مجرد قول. أما الفعل الحقيقي والمستمر هو القصف على مواقع المقاومة والجيش في جبهتي المتون والمزوية. هذه جبهة مزوية وهي المثالث الأمامية التي شهدت تصعيد عسكري في 48 ساعة الماضية، وقصف العدو بجميع الأسلحة في اتجاه هذه البيوت، بيوت مزوية، بقذائف الهاوزر 120 وقذائف الهاون 82 وكل الأعيرة المتوسطة والثقيلة من 23 و14. وعلى الرغم من ديمومة القصف الذي تنتهجه الميليشيا على مواقع المقاومة وعدمية التزامها بالتهدئة، إلا أن الآخرين ملتزمون بها وأنهم لا يزالون في موقف الدفاع والصد للهجمات المباغتة القادمة من مواقع تمركز الميليشيا. يلتزمون بهدنتنا، لكن هم لا يلتزمون بهدنتهم ويخرقون الخروقات يوما بعد يوم، ونحن نحترم المجتمع الدولي. كل المعطيات القادمة من الميدان تؤكد أن الميليشيا تحاول استعادة السيطرة على مناطق ومواقع بالمحافظة بعد أن حشدت تعزيزاتها العسكرية. إذن لا يبدو المشهد داعيا للتفاؤل، فلا التزام قابل للتنفيذ ولا رغبة صادقة للدخول في مسار السلام.